قلبي تتجدد بالآمال في حبك جئت يا ربي أترك دمعا وأنا شوقا يزداد بقلبي تتجدد بالآمال قلبي يزداد حنينا يوم الجمعة والظهر نور يزداد يقينا وعطور في الأجوار قلبي يزداد حنينا في حبك جئت يا ربي أذرف دمعا وأنا شوقا يزداد بقلبي تتجدد بالآمال حبك جئت يا ربي أذرف دمعا وأنا شوقا يزداد بقلبي تتجدد بالآمال قلبي يزداد حنينا يوم الجمعة والظهر نور يزداد يقينا وعطور في الأجوار قلبي يزداد حنينا رب العالمين الملك القدوس العزيز الحكيم قاتل في مكتب التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصف محمدا صلى الله عليه واله وسلم بخلق الحياء فقال ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واشهد ان سيدنا ونبينا ورسولنا وامامنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا رسول الله قال صلى الله عليه واله وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياة اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى كل من دعا بدعوته واستد بسنته ومات على ملته إلى يوم الدين آمين آمين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات يتواصل الحديث بإذن الله عز وجل اليوم عن موضوع المرأة في الإسلام وأواصل الحديث عن الفتاة في الأسرة والمجتمع أو الفتاة بين الأسرة والمجتمع انطلاقا من قول الله تعالى في حق موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان إلى قوله تعالى فتولى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إذن هذه الآية الكريمة هي التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي الخطبة الماضية السالفة بإذن الله واليوم سأقف عند قوله تعالى بإذن الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إذن نقف عند قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء دائما تستحضرون عنوان الخطبة هو الفتاة بين الأسرة والمجتمع ودائما أيضا بالمناسبة لما يسمى عند ضرب اليوم العالمي للمرأة لا بد لنا وأقول وأكرر أن نتحدث عن هذا الموضوع كلما جاءت هذه المناسبة لنبين شرع الله عز وجل وكذلك لنعالج الخلل الموجود بيننا إما إفراط وإما تفريط في النظر وفي التصور ثم في التنزيل وفي العمل والممارسة إذا الله تعالى تحدثنا عن هذه الفتاة في القرآن الكريم وكل كلمة
وكل حرف وكل نحو في القرآن أو إعراب في القرآن بمعنى الضم أو الفتحة أو الكسرة أو السكون إنما جاء لحكمة يعلمها الله. نعم، علينا أن نبعد النظر في آيات الله عز وجل المقروءة في القرآن، كما علينا أن نبعد النظر في آية الله عز وجل المنظورة في الكون. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إذن هذه الآية تتحدد واحد الخلق، وتتحدث على واحد الخلق، وتتبين واحد الخلق ينبغي لكل فتاة أن تتحلى به، بل ينبغي لكل امرأة أن تتحلى به، بل ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بهذا الخلق الرفيع. نعم، وهو خلق الحياة، وهو الاحتشام، وهو انقباض النفس عن فعل الحرام أو فعل القبيح أو فعل الشيء السيئ. نعم، هذا هو الحياة. ينبغي أن نتحلى جميعا بهذا الخلق، وقد تحلى به رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين وصفه الله تعالى بقوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. الخضر هو واحد المكان تكون السور توضع أو تجلس فيه الفتاة البكر، فتاة العذراء، أو يراد به أيضا ذلك الخضر الذي تكون فيه الفتاة قبل أن يدخل بها زوجها في ليلة زفافهما. نعم، إذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو شخصية قوية، شخصية متزنة، شخصية شجاعة، شخصية ذكية، كل أوصاف الكمال البشري إلا وجمعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وذلك قال هذا الحال ديالو، القول ديالو ماذا قال لنا؟ إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. نبيت قلنا الحياء والإيمان قرنا جميعا بمعنى مجموعين، الخصلة ديال الإيمان والخصلة ديال الحياء. إذا رفع الإيمان رفع الحياء، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان. نعم، يرفع بمقدار، ماشي تيولي الإنسان كافر لا، ولكن يرفع جزء أو يرفع جزء كبير من إيمانه ومن حيائه، سواء ذهب الإيمان أو ذهب الحياء. إذن في هذه الآية الله تعالى يحدثنا عن حياء فتاة، وهي تتعامل مع الشاب، وتتعامل مع الرعاة، وتتعامل مع الناس. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المفسرون هنا كل واحد كيفاش فسر هذه المسألة ديال تمشي على استحياء. كاين اللي قال لك جاءت في الوجه ديالها، كاين اللي قال لك وضعت يديها على وجهها، كاين اللي قال وضعت يديها على وجهها، كاين اللي قال جات تمشي بواحد المشية لا تثير الطرف الآخر، لا تثير الرجال، إلى غير ذلك. ولكن مجمل القول أنها جاءت يغمرها الحياء في لباسها وفي مشيتها وفي كلامها. نعم، الحياء في اللباس يظهر في اللباس أولا، الحياء يظهر أيضا في طريقة المشية أيضا ثانيا، ويظهر في الكلام ثالثا، وفي العمل رابعا. نعم، إذن هذه الأعمال الأربعة أو الصفات المحددة أو التجليات أو مظاهر الحياة اجتمعت في هذه الفتاة، وينبغي أن تجتمع هذه الصفات في كل فتاة. نعم، سواء كانت في بيتها
أو في مجتمعها لا بد أن تتحلى بهذا الحي. معلوم أن الفتاة أو المرأة التي تتحلى بصفات الحياة تحاول أن تقلل من الكلام مع الرجال أجل. المرأة ولا البنت اللي فيها الحياة تتحاول تقلل من الكلام مع الرجال الأجانب. نعم، وتعمل على أن يكون الكلام مختصرا لا لبس فيه ولا غموض، بمعنى تدخل واحد الكلام قاصر. كما قالت هذه الفتاة: وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. إذن ها الطريقة ديالها، ها اللباس ديالها، ها المشية ديالها، والكلام ديالها كيف كان؟ ما هو؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بعض الناس تكلموا في هذه الآية كثيرا، قال كلمة المنكر تقول إن أبي يدعوك، ولكن كلام غير مفهوم، فيه لبس. قد يدخل إلى قلب موسى الشك والريبة، يعني الريبة بمعنى يعني يشك ظن سوء. يدعوك لماذا؟ للأكل، للشرب، للزواج، للعمل، للسفر، ما نعرف ليه، مشاكل أخرى ولا أمور أخرى لا أعرف لها، هي حسبت أمور. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فإذا كانت الفتاة تشارك في المجتمع فكل حركاتها وكل سكناتها ينبغي أن لا يعتريه غموض ولا لبس، تكون أمور واضحة. غدا تقرا، غدا تقرا، غدا تسافر، غدا تسافر، غدا تدوى، غدا تدوى، غدا تعمل، غدا تعمل، غدا صلة الرحيم، صلة الرحيم. إذا الأمور كلها تكون واضحة حتى لا يقع الفساد الذي نراه، حتى لا نسقط في المنكر الذي نراه، حتى لا نسقط في الزنا وفيما يتبع الزنا والعياذ بالله الذي نراه ونشاهده ونسمع عليه ليل نهار. لأن هذه الفتاة هي أسوة للفتيات. نعم، لأن خصنا نعرفوا حنا تنتكلموا على هذا الموضوع، كاين واحد الناس في المسلمين عندهم توجس من كل عمل أو حركة تقوم بها الفتاة. نعم، عندهم الحجر على الفتيات. وكاين واحد الناس اخرين ما عندهم حتى شي حجر ولا اي شيء، عندهم الحريه المطلقه. نعم، وكاين ناس اخرون وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وفي اعتقادي على ان جل المغاربه على هذا النوع الثاني، بمعنى يسمحون الى الفتاه والى المراه ان تشارك في الشيء الحسن ويمنعونها من الشيء القبيح. نعم، هذا هو خلق المغاربة. بطبيعة الحال كاين تجاوزات وكاين أحداث تقع وفساد يقع ربما ليس بإرادته. إذا قالت هذه الفتاة، وهكذا ينبغي أن تقول كل فتاة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لأن الحياء ماشي فقط في المشية، والحياء ماشي فقط في الكلام، والحياء ليس فقط في اللباس، ولكن الحياء أيضا في الممارسة والأعمال. يتتحدث مع شاب، ولكن الذي يضبط هذه العلاقة هو الدين وهو الشرع وهو الحياء، ثم الذي يشرف على هذه العلاقة هو أبوها. أي لا تتحرك ولا تقول ولا تذهب إلى أي مكان إلا برضا الوالد. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهنا تيأتي الدور ديال الأب، وتيأتي الحضور ديال الأب، وتتجي الشخصية ديال الأب، وتتجي الثقافة ديال الأب، والأخلاق ديال الأب، والتربية ديال الأب. نعم، لأن هذه الفتاة التي قالت هذا الكلام فهو ليس من وليد الساعة. هذاك الكلام ماشي اختلقته في ذيك اللحظة، وإنما ذلك الكلام تربت عليه منذ صغرها ومنذ نعومة أظفارها. إن انجدك الموقف تلقائي، لأنها
حتى ربت على هذا الحياء وعلى الاستقامة وعلى النظافة وعلى العفة وعلى الدين وعلى الإيمان. نعم نعم إخواني الكرام أخواتي الكريمات، هذه الشابة ردت. إذا أردنا نحن في هذا الزمان أن تكون فتياتنا وأن تكون بناتنا وأن تكون نساؤنا وأن تكون المرأة بصفة عامة في هذا الخلق، فينبغي أن تربى على الحب. الآب يقول تيميل ابن ديالو بأنه يحبها، نعم، بأنه يحترمها، نعم، بأنه يعزها، نعم، بأنه يكرمها، نعم، بأنه يقدرها، نعم، بأنه سعد سعادة لا مثيل لها وفرح فرحا شديدا ورحب بقدومها إلى هذه الدنيا. لأن ركي الناس لمجرد تعرف المرأة حاملة بأنثى وهو عليها بالمعيون وهو عليها بالمشاكل وربما ما تبغيش تفرح عليها، ومنين تتسد ديك البنت والمرأة الأم ديالها تسمع الإهانة وتسمع الكلام الساقط لأنها جاءت بأنثى، علما على أن المسؤول من الناحية العلمية على أن يكون الولد ذكر أو أنثى هو الرجل. هذا العلم المرأة داكشي اللي جا مع الرجل تستقبلوه إكس ولا إكريك، ولكن الرجل هو المسؤول. ولذلك قال تعالى خلق منه أي من الرجل وليس من المرأة. إذا قلت مجرد أن تزيد هذه الفتاة وهو يقول كلاما فيه إهانة وفيه ازدراء وفيه تنقيص من أمها ومن الجنس. ولكن الإسلام إخواني الكرام كما قلت لكم في الجمعة ما قبل الأخيرة رحب بالفتاة. سمعوا إخواني الكرام، نحن مازال تنعيشوا الآثار ديال الجاهلية القديمة، راه مازال تنعيشوا في هذه النقطة هذه وبزاف ديال التجميلات الأخرى. الإسلام رحب بالفتاة، الله الذي خلقها رحب بها. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اعتبرها الله هبة وقدم الإناث هنا على الذكور لتصحيح ثقافة السائدة ساعتها والسائدة أيضا في مجتمعنا وفي كل المجتمعات على أن الأنثى هي بلاء ونقمة. اللي تعتبر الأنثى بلاء ونقمة، نعم، وليست هي من النعم إطلاقا لتستحق الحمد. إذن علينا أن نتخلص إلى بغينا البنات ديالنا الفتيات ديالنا يكونوا بحال هذه الفتاة اللي تتحدث مع سيدنا موسى ومع أبيها، علينا أن نتخلص من هذه النظرة السيئة، نظرة الجاهلية قبل الإسلام. نعم، لذلك قالت هذه الفتاة إن أبي يدعوك. باش تولي حتى أنت البنت ديالك لا تقدم ولا تؤخر في حياتها إلا بعد أن تستشيرك. نعم، سواء كنت فقير ولا غني، رطوبة تكون هذا الكلام، تنعرف اش تنقول، لأن راه كاين البنت اللي تحترمك فاش تكون عندك فاش يكون عندك المال، ولكن غتهي الكلمة ما يبقاش عندك المال. كاين البنت إلا ما ربيتيهاش تربية حسنة راه غتحترمك لما تكون قوي وغادي تهينك وغتسمح بيك وما غتديهاش بيك فاش تصبح ضعيف. كاين البنت أيضا إلا ما ربيتيهاش تربية حسنة غتحترمك فاش تكون صحيح ومازال صغير، ولكن غدا ما تديهاش فيك ولا تبالي بيك لما تصبح مريض. نعم، كذلك كاين الفتاة اللي غتحترمك لما تكون شاب، مثلا بنتك عندها 16 ولا 17 عام، انت عندك 40 ولا 45 عام ولا 50 عام ولا اكثر، المهم مازال صحيح غتحترمك، ولكن لما تكبر وتولي شيخ كبير ما غتحترمك وما تديهاش فيك وما تعطيكش وقت وما تعطيكش قيمة. وهذا نراه صباح مساء في مجتمعنا. ولكن اسمعوا إلى هذا الشيخ الكبير
الذي ربى فتياته وربى بناته على الدين وعلى الاستقامة، ماذا قال لموسى؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. راه بابا وخا شيخ كبير وخا ضعيف وخا ما عنده فلوس ما عنده خدمة ما قادش يخدم ما قادش يدير والو، ولكن الشخصية ديالو حاضرة، التواجد ديالو معايا حاضر بعد الله وبعد إيمان بالله ومراقبة الله، حتى الوالد ديالي راني حاضر ديالو، الشرف ديالو والكرامة ديالو والوجه ديالو في غيابه أو في حضوره. نعم، ولذلك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نفعني الله وإياكم بكتاب المؤمن وبأحد سيد الأولين والآخرين، وجارني وإياكم من عذاب المهين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الوقت لا يسع إخواني الكرام أخواتي الكريمات لكي نطيل في هذا الموضوع، أنا كنت أحدثكم بعد هذا النبي الذي يقال على أنه شعيب عليه السلام، على رأي من قال على أنه شعيب عليه السلام، المسألة فيها خلاف عند العلماء وعند المفسرين، ولكن أحدثكم عن رسولنا وعن حبيبنا وعن نبينا وعن قائد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيفاش كان يتعامل مع بناته وفي مقدمته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. لأن علاش تلقاو الأغلب ديال الكتب ديال السيرة وديال التاريخ تتحدث على فاطمة، لأن فاطمة هي آخر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل آخر أبنائه من الذكور والإناث. ثم فاطمة رضي الله عنها عاشت معه الفترة ديال الإسلام، الفتيات الأخريات يالله جاء الإسلام وسلموا ماتوا توفاه الله، ولكن اللي مشات معه إلى أن ماتت بعده بستة أشهر حسب رأي بعض العلماء هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها. إذن هذاك العطاء اللي كانت تعطي فاطمة وهذاك العلم حتى قال كتب السيرة على أن فاطمة لو لم يقبض الله عز وجل روحها لكانت من أبرز علماء وعالمات نساء في التاريخ. نعم، ولكن جاءت قدرة الله أن يقبضها في سن تقريبا سن 33 سنة، سن ديال أهل الجنة، لأن ماتت شابة صغيرة. نعم، إذا كيف كان يتعامل رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع فاطمة؟ الأحداث كثيرة، فقط أذكر لكم حدث واحد أو حديث واحد في هذه النزلة. تقولنا أمنا عائشة رضي الله عنها كانت فاطمة رضي الله عنها، سمعوا إخوانك العصارة ديال ذاك الكرم وديال ذاك الحوار اللي تيكون بينك وبين بنتي، ديال ذاك التقدير، ديال ذاك الإكرام اللي تذكره لبنت ديالك. نعم، يتجلى في عدة أشياء، منها ما روت عائشة رضي الله عنها. اسمعوا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، قالت عائشة كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها. شوفوا الاستقبال، شوفوا الكرامة، هذا ماشي دابا تيحكيو لنا حنا بحال اللي تنشوفوا في وسائل الإعلام كيفاش يشدوا المرأة ويقبلوا لها يديها وداك البهرجة وداك الزواق اللي تيكون، هذا راه تيتكلم لنا على الداخل. لو كان هادوك هاد الناس اللي كيديروا المرأة تيضربوا لنا تيكرموا المرأة، يكشف لنا الله تعالى السرائر ديالهم في الفنادق ديالهم وفي النوادي ديالهم وفي البيوت ديالهم وفي المؤتمرات ديالهم ما تتعرض له المرأة، إذا ربما يمدله الجبين. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يروى عنه ويحكى عنه ويعني يبين عليه صلى الله عليه وسلم
ما يفعله في بيته. نعم، حيث لا يعلم ذلك الأمر إلا الله تعالى وأقربه. إذا تقول عائشة رضي الله عنها، كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذها بيده وقبلها وأجلسها في مجلسه. وبالله عليكم، واش كل واحد فينا تيدير هذا الشيء البنيه ديالو؟ بنتك صغيرة تجيب المدرسة، بنتك صغيرة تبدا الحب من تتحس. ودائما تنقول لا للعنف، فوقاش ضرب الوليد ولا البنية إلا كان غادي للخطر. الخطر مثلا تيمشي يوضع راسو يوضع يدو في النار العافية، ولا تيمشي يطلب من شي شرجم باش يطيح وتتنهر تما، يمكن تضربو واحد الضرب غير مبرح، يعني ما تيخليش الأثر. نعم، ولكن غير ذلك فلا. إذن هنا في قبلها تيوقع، دخلت عنده بنتو، خلت حالها دخل عنده شي مالك من الملوك. إوا بالله عليكم، كي غادير هاد البنت هادي تمشي تفسد؟ ماشي فاطمة حاجة لما تقول أنا عموم البنات، كي غادير هاد البنت هادي تدير شي خيانة؟ كي غادير هاد البنت هادي تدير شي غدر؟ كي غادير هاد البنت هادي تجيب شعار العائلة ولا إلى غير ذلك؟ لا وأنفنا. نعم، ماشي فقط بالعنف، ماشي فقط بالاضطهاد، راه إلا ربيتي ولادك بالعنف وبالاضطهاد وشافوك أنت ماشي قدوة، راه غيوقع لك داك الشيء اللي تكلمت عليه قبيلة، نهار اللي ما تبقى صحيح، ولا نهار اللي تولي مريض، ولا نهار اللي تولي شيخ كبير، ولا نهار اللي ما تبقى عندك فلوس، وتولي هي في مسلم آخر أو عندها قوة ولا تزوجات ولا سهل عليها الله، ولا المهم صبحات قوية أو عندها جانب من جوانب القوة، وتشوف شنو غدير بك. ساعتها شوف شنو غادي دير بك انت، لانك ما ربيتيهاش على الحب، ما ربيتيهاش على الصدق، ما ربيتيهاش على الحوار، ما ربيتيهاش على الكرامه، ما ربيتيهاش على الاحترام. نعم، اذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، شي واحد فينا يملك الشخصيه ديالو، جيب اي مخلوق من اي منطقه كيف ما بغا تكون الشخصيه ديالو والتربيه ديالو، هل شخصيته توازي أو تقترب من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا وأزيد. الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الكامل من الخلق في جميع المجالات، جميع المجالات، في العقل، في الذكاء، في العلم، في القوة، في الفحولة، في علوم البشرة، في كل شيء. نعم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تيوقف خلاف البنية ديالو، تيوقف وتيستقبلها وتيسلم عليها وتياخذها من يديها ويقبلها. نعم، ويجلسها في مجلسه، تيجلسها في مجلس ديالها. اختم الشطر الثالث من الحديث، تقول عائشه واذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعمال الجزاء من نفس الاعمال او من جنس العمل. وكذلك إذا دخل المتزوجات ومشات يدخل عندها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت في الدار ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قبل ما تزوج، سواء تزوج أو قبل ما تزوج، بمعنى كانت في الدار. وإذا دخل عليها قامت إليه وأخذته بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه بنته فاطمة الزهراء. فعلينا أن نسعى إلى هذه الأخلاق العالية، ونحن نتحدث بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فهذه أخلاقنا أيها العالم، وهذه أخلاق رسولنا وأخلاق قرآننا الكريم الذي حدثنا الله عنها في كتابه العزيز. آخر شيء أذكركم به إخواني الكرام، وزارتنا أيضا جمعية رياض الزيتون لبناء مسجد الرحمة مرجات ثلاثة. إذن دائما كل أسبوع تأتينا جمعية من الجمعيات، لا تبخلوا، ليس على هؤلاء وإنما على أنفسكم. فالصدقة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي برهان، أي تبرهن على ما مدى في قلبك وفي صدرك من إيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر. وراء الله تكلم عن الصحابة قال
إنما نطعمكم. هذو ما تطلبوش طعام، تطلبوا غير بناء مسجد أو تتمة بناء مسجد. ولكن سمعوا هذه الآية جاءت في الصدقة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. اللي بغى الله يجيه من هذاك اليوم العبوس، يوم التغابن، يوم الدين، يوم الحساب، طامة والصرخة والواقعة، نعم، فعليه أن لا يبخل عن نفسه بصدقة وبنفقة، وخاصة إذا وضعها في بيت من بيوت الله عز وجل. إذا رأيت الإخوة الأمام بن المسجد فلا تبخل عليهم رحمه الله، نفعني الله وإياكم بخير مبين، وبالحديث الأول والآخر جرني وإياكم العذاب المهين، وغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محفوظا، لا تفرق علينا بعد تفرق وسائر الموفقا للشر محفوظا. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا بينا ولا حولنا ولا شقي ولا قربا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الرزق وقوة في البدن وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. ونسألك يا الله ثبات عند الصراط وعفوا عند الحساب وأمنا من النار ونصيبا كبيرا من الجنة. ونسألك يا ربنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا جميعا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم وفقنا لكلام أحمد السادس كلمات من قوة الله. اللهم أرِ الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم هيئ لهم بارة صالحة تدل على الخير وتعين عليه، وكن لهم اللهم في ولده وولي عهده وأسرة وبنته وأسرته، واحفظهم جميعا ما حفظت بيدك الحكيم، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.